كان الحزب التقدمي الاشتراكي على موعد مع مؤتمره 49 الذي تم خلاله انتخاب مجلس قيادة الحزب وضخ الدم الجديد في أوردته. انتقال من مرحلة لمرحلة، أنا شكلت مرحلة معينة وتيمور راح ينتقل لمرحلة جديدة بشكل طبيعي مع فريق عمل جديد، ونتمنى أن يواجه تحديات الفريق المرحلة الجديدة على طريقته، هو عنده أسلوب وأنا عندي أسلوب. مركز رئيس الحزب حسم بالتزكية للنائب تيمور وليد جنبلاط، وسجل أيضا فوز بالتزكية لمركزي نائبي الرئيس حبوب عون وزاهر رعد، كما بقي أمين السر العام ظافر ناصر في منصبه. المسألة مش مسألة اقتراع بقدر ما هي مسألة ثقة بالقيادة الجديدة بالأستاذ تيمور جنبلاط، استمرار ل يعني قيادة الرئيس وليد جنبلاط بطبيعة الحال، وبالتالي المشهد اللي عم تشوفيه هو عملية تجديد هاي الثقة، تكريس هاي الثقة، التأكيد عليها. الدنيا استمرارية والأجيال بتسلم أجيال، ونحن على طول بنستفيد من الخبرات المتراكمة فنطلع بدم جديد يبني على الموجود ويضلوا عم يستفيد من كل شيء اللي انبنى لحدية هلأ. صناديق الاقتراع فتحت عند الساعة 12:30 وبقيت حتى الساعة 3:30، ومن أصل 1800 يحق لهم الاقتراع اقترع ما يقارب 1342. بين الجيل المؤسس والمتعاقب رؤية واستراتيجية ركيزتها واضحة، موجودون إلى جانب القيادة الجديدة إن شاء الله، لأن العنوان واضح، يستمر النضال، نحن مستمرون، نحن قمنا بواجب إلى جانب وليد بايك الذي قام بالدور الأكبر في تاريخ البلد السياسي الحديث على الأقل، وأكيد تاريخ الحزب يعني، لكن نحن سنستمر، تسلم الأمانة، لكن نحن أيضا مؤتمنون وسنكون إلى جانب من يحمل الرأي اليوم تيمور مع الفريق الجديد، عملنا مستمر لحفظ هذه الأمانة. اليوم اللي صار هو عرض ديمقراطي بالحزب التقدم الاشتراكي، وإن شاء الله بنكون عم نواكب مع رفيق تيمور. الأعمار عنا هي علاقة تكاملية، وهي مظبوط مثل ما ذكرتي تسلم وتسليم، ولكن بمواكبة الجيل القديم. أغلقت الصناديق وفرزت الأصوات لتعلن النتائج وليتحدث كل من السلف والخلف. الحوار هو السبيل الأوحد للوصول إلى التسوية وتكريس المصالحة وتعزيزها. إن تحرير الأرض في مزارع شبع وتلال فرشوبة من الاحتلال الإسرائيلي دون قيد أو شرط هو أمر متلازم مع ترسيم الحدود. إلى الحبيب تيمور، إن الحياة انتصار للأقوياء في نفوسهم لا للضعفاء، هكذا أوصانا المعلم كمال جنبلاط. سر ولا تخاف، والله معك، مهما كانت تقلبات الزمن وتغير الأحوال ومفاجآت الأقدار، كانت المختارة وستبقى، وكان الحزب وسيبقى الرفيق تيمور. حضرة الرئيس، الكلمة لك. يا وليد جنبلاط، يا والدي، أقر وأشهد أنا ومعي كل رفاقي ورفيقاتي في الحزب أن مسيرتك التي زينتها بصوت العقل وشجاعة الإرادة وحكمة الرأي ووضوح الانتصار وجمال التسوية، هذه المسيرة العابقة بالشرف والوفاء هي مسيرة تستحق العناء من أجل الناس الذين ليس على صدورهم قميص، لأجل الأحرار والناس الطيبين الأبرار، من أجل هذا الوطن. ستبقى يا وليد جنبلاط دائماً القدوة والمثال، ستبقى الملهم والمرجع والرمز، ونردد معك المسيرة مستمرة، مسيرة الأجداد، مسيرة كبيرنا كمال جنبلاط. هذا وأخذ بعين الاعتبار خلال انتخابات المجلس الجديد الكوتة النسائية التي تمثلت بخمسة نساء في القيادة.
إذن في مؤتمره 49 أعاد الحزب التقدمي الاشتراكي ترتيب بيته الداخلي من خلال انتخاب مجلس القيادة الجديد برئاسة تيمور وليد جنبلاط، وسط التأكيد والتشديد على أن المسيرة مستمرة وكذلك النضال. من المدينة الكشفية في عين سحلتة، رشا زنهاشم، أنبيان.